السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. ما علم رسم المصحف وما قواعده؟ وما المراحل التاريخية التي مر بها رسم المصحف؟ وما خصائص الرسم العثماني وما فوائده؟ سنناقش ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العرب من هذا الأسبوع بعنوان علم رسم المصحف وقواعده. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان علم رسم المصحف وقواعده. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون تركيا. مرحبا بكم أستاذنا. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياكم الله. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من بغداد، الأستاذ دكتور محمد خضير مضحي، أستاذ اللغة العربية في جامعة بغداد. نرحب بك أستاذنا. حياكم الله وبياكم. حياك. إذا نبدأ منك دكتور حمدي، ما علم رسم المصحف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الدين وبعد. قبل الحديث عن علم رسم المصحف لابد أن نعرف مجموعة من المصطلحات، مثل الكتابة والكتاب والهجاء والخط والرسم. هذه الألفاظ استخدمت على مدار التاريخ عنوانا للكتابة العربية أو للخط العربي أو الرسم الخاص بكتابة المصحف أو الكتابة نفسها. الكتابة يعني اشتهرت كثيرا في الكتابة أو تصوير الحروف الكتابية، وإن كانت الآن في العصر الحديث فيه من يستعملها بمعنى القواعد أو قواعد الإملاء، الكتابة العربية نشأتها وتطورها أو علم الكتابة العربية، وفيه هنا في تركيا في الكليات يستخدمون مادة الكتابة التي تجمع بين تعليم الطالب أن يكتب بالحروف الهجائية منفصلة ومتصلة، وأيضا أضافوا إليها ما كان يسمى بعلم الإنشاء اللي هو يسمى بالتعبير. تعبير. نعم. طبعا الكتاب، المصطلح الآخر الكتاب، وهو يعني معناه الخط، وإذ علمتك الكتاب والحكمة. ابن كثير يفسر الكتاب هنا بمعنى الخط. نعم. وقد استعمل في التاريخ عنوانا لكتاب ابن درستويه أو درستويه أو درستويه تبعا لضبطه. نعم. له كتاب الكتاب. الكتاب. نعم، كتاب الكتاب فيه ما نسميه الآن بقواعد الإملاء. القواعد الإملائية سماه كتاب الكتاب. نعم. نعم. المصطلح الآخر الهجاء. الهجاء طبعا في تاريخنا الناس عندما تسمع وخاصة أهل الأدب الهجاء، وهو نوع من أنواع الشعر، وقد كان كثيرا في العصر الأموي الذي دار بين جرير والفرزدق والأخضل وغيرهم، فهو الإنسان يذكر مثالب الآخر. وأطلق أيضا الهجاء على الكتابة، وفي كثير من الكتب في يعني في مجموعة الكسائي له كتاب الهجاء. نعم. والفراء له كتاب الهجاء. والسجستاني له كتاب الهجاء. والخط والهجاء للمبرد، والهجاء لثعلب، وكتاب الهجاء لأحمد بن كيسان. وكتاب الهجاء للجعد وغيرهم. ثم أطلق أيضا على المصحف. المصحف. هجاء المصاحف. في عندنا هجاء المصاحف ليحيى بن الحارث الذماري، متوفى 145 من الهجرة. نعم. وعندنا كتاب المصاحف لمحمد بن عيسى الأصفهاني. وكتاب هجاء مصاحف الأمصار لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، وهو كتاب رائع. لكن لفظة الهجاء بما تحمله من معنى آخر، معنى مذموم، جعل بعض العلماء يتركون هذا اللفظ ويأخذون مصطلحا آخر. الإمام الداني. نعم. سمى كتابه المقنع في رسم مصاحف الأمصار.
وترك، وهذا توفي 444 من الهجرة، يعني في القرن الخامس. وهو من أبرز العلماء في هذا المجال، هو أستاذ الأستاذين كما يقولون. الخط أيضا استعمل الخط وبمعنى الكتابة، واستخدم أو جاءت كثير من الكتب القديمة عندنا. أبو بكر بن السراج المتوفى 316 له كتاب الخط، وكتاب مرسوم الخط لابن الأنباري المتوفى 328 من الهجرة، كتاب الخط للزجاجي، ثم بعد ذلك الرسم. الرسم بجملة مختصرة، الرسم بجملة مختصرة يعني الرسم صار هو العلم الخاص برسم المصحف. مصحف يعني لذا الآن نقول علم رسم المصحف، عندما بعيد عن الرسم بمعنى الجانب الفني، لكن الرسم بمعنى الكتابة صار علما خاصا بالمصحف، والآن يسمى علم رسم المصحف. الرسم القرآني. الرسم القرآني. إذن دكتور محمد حياكم الله من جديد، ما موضوع هذا العلم رسم المصاحف وما حكمه وأبرز مسائله؟ تفضل أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الشكر موصول لهذه القناة المباركة وللموظفين والقائمين عليها، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وشكر لكم على هذه الاستضافة. رسم المصحف لابد لي أن أبدأ من حيث انتهى زميلي الأستاذ الدكتور، فأقول رسم المصحف هو صورة ما رسم في المصاحف العثمانية التي بعث بها إلى الأمصار. وهذه العبارة هي عبارة دقيقة ذكرها كثير من علمائنا السابقين واللاحقين، فالرسم هو صورة ما رسم في المصاحف العثمانية، على خلاف الخط القياسي، يعني كما تعلمون هو تصوير اللفظ بحروف هجائه كما ذكر الأستاذ عن كلمة الهجاء، بتقدير الابتداء به والوقف عليه. هذا الرسم القياسي. وهناك خط العروض، يعني كما تعلمون يعني هو الذي ينطق يكتب. فالرسم العثماني أو الرسم القرآني هو الصورة التي ارتضاها كتاب المصاحف، هو يعني أصبحت إجماعا، يعني لا أقول كما يقول بعض الباحثين بأنه توقيف، فهذا القول فيه مجازفة، وإنما يعني الأمة أجمعت على هذا الرسم، فكتب هذا الرسم بحضور كما يقول اللبيب وغيره، بحضور 12,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار فيها ظواهر كثيرة، حتى أن الإمام الكسائي قال في رسم المصحف عجائب وغرائب، يعني في رؤوس الآية عجائب وفي رسم المصحف غرائب. هذه الغرائب جعلت العلماء بدءا بالجيل الذي جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، جيل من التابعين، نظروا في هذه الظواهر. فمن ضمن من ضمن العلماء الذين نظروا في ذلك جزء مبارك، مجموعة مباركة من القراء السبعة. فهناك روايات عن الأئمة الذين تكلموا في رسم المصحف، منهم الإمام نافع عليه رحمة الله قارئ المدينة، وكذلك أبو عمرو بن العلاء، ومن قراء العراق الإمام الكسائي، وذكر الأستاذ أيضا يحيى الذماري، وهو نقل عن أبي عمرو بن العلاء. فنظروا في هذه العجائب والغرائب التي كتبت على وفق إملاء ذلك العصر. طبعا الذي ينظر في رسم المصحف يجد أن هناك مسائل لابد أن ينظر فيها. مثلا العلامة بن وثيق الأندلسي يقول في كتابه، يقول اعلم وفقك الله أن هذا العلم مفتقر إلى أمور، معنى كلامه ينظر في قواعده إلى قضية الحذف. يعني الآن مثلا عندنا حذف الألف والواو والياء بكثرة، ولا
يضبطها ضابط، لأن العرب عندما كانوا يكتبون لا يكادون يثبتون الألف والواو والياء، وفي ذلك علل كثيرة. كذلك هناك حذف اللام وحذف النون، وكذلك هناك إثبات بعض الحروف، يعني هناك في الرسم القرآني الحذف والإثبات لعلل معينة. هذه العلل قد تكون اجتهادية من بعض العلماء، وقد تكون علمية، وقد تكون ذوقية. وهناك مذاهب كثيرة في تعليل هذا الرسم، منها أن العلة ذهبت بذهاب كتبتها، ومنها أن هذه العلة لغوية، وهو ما يرجحه الكثير من أساتذتنا وعلمائنا من المعاصرين، ومنهم أستاذنا الدكتور غانم قدوري الحمد حفظه الله. نعم. سأعود إليك أيضا مجددا قبل أن نذهب إلى الفاصل. دكتور، ما أنواع الخط؟ نحاول أن نختصر، تفضل. يعني هو الأستاذ ذكر الأنواع، أنا أعود إلى المسائل لأذكرها للشاهد. طيب. موضوع هذا العلم لأذكره بطريقة ميسرة. أخونا الأستاذ الفاضل ما شاء الله يعني بحر في تخصصه، فأفاض وأفاد. أذكر ملخصا في موضوع هذا العلم: حروف المصاحف العثمانية من حيث ما يعرض لها من حذف أو وإثبات، زيادة أو الزيادة والنقص والبدل والفصل والوصل وغير ذلك، يعني هو الموضوعات التي يدرسها هذا العلم. الواضع لهذا العلم هم الصحابة رضوان الله عليهم، واستمداد هذا العلم أيضا من إجماع الصحابة واتفاقهم على تلك الرسوم. طيب. حكمه وجوب كفائي. وجوب. الوجوب الكفائي كفائي. إذا قام به بعض العلماء ليس عينا. نعم. وجوب كفائي إذا قام به بعض العلماء أو بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. طبعا له أمور، فضله على غيره، هو كل علم يضعون له مسائل عشرة في الأول. القدماء، طريقة القدماء يعني. نعم. كفضل القرآن على سائر الكلام. فائدته تمييز ما وافق رسم المصحف من القراءات فيقبل، وما خالفه فيرد. وخط المصحف يخالف الخط القياسي الذي نكتب به، الخط الإملائي الذي نكتب به، الخط الحديث يسمى خط قياسي. والخط العروضي. عروضي. الخط العروضي ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. يعني الرحمن تكتب ألف راء راء ساكنة، راء متحركة، حاء، ميم، ألف، نون. التنوين يكتب نونا ساكنة. هذا القاعدة العامة للخط العروضي، ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. حسنا. نعم. دكتور عفوا، لنذهب إلى أنواع الخط بصورة مختصرة. تريد أن تكمل؟ نعم. أنا قلت الخط ثلاثة أقسام. نعم. الخط القياسي اللي هو الخط الذي نكتب به. نعم. الخط الإملائي. نعم. والخط العروضي. نعم. والخط خط المصحف. المصحف. نعم. نعم. وخط المصحف يعني سنة متبعة لا يحق لنا أن نغير فيه، وإنما يكتب المصحف كما كتبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بني عليه من أحكام سواء في القراءات أو في غيرها، بل دخل الأمر في أمور القراءات، في أمور الوقف، التاء المبسوطة هل يوقف عليها بالتاء أم يوقف عليها بالهاء؟ بالهاء. نعم. وهكذا أحكام لها أحكام. نعم. طيب. أنواع الخط إذن دكتور قبل أن نخرج إلى الفاصل. أنواع الخط قلنا ثلاثة. نعم. خط قياسي. قياسي. وخط عروضي، وخط مصحفي. أو خط نقول اصطلاحي، سموه اصطلاحي أو سموه توقيفي. اللي يخصه بالمصحف. لا أقول بأن كتابة المصحف توقيفية كما قال بعض العلماء، ولكن الراجح فيها بأن كتابة المصحف كتابة اصطلاحية كتبها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان شائعا في عصره من الكتابة، كما قال كتبوا بها دكتور. نعم. محمد قبل قليل هذا هو الرأي الراجح. كتبوا بها المصحف، وكتبوا بها الرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء، وكتبوا بها الحديث النبوي الشريف بعد ذلك الذين كانوا يكتبون من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، أو اكتب لأبي شاه. فكان هذا هو الخط السائد توافقوا الموجود. عليه.
نعم توافقوا عليه. ثم حدث تغيير بعد ذلك عندما بدأ علماء البصرة والكوفة يعني يغيرون في الكتابة أو يطورون الخط الإملائي الموجود ليوافق المنطوق. نعم. إذن مشاهدينا فنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري. حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول، هو أبو الوليد أحد المخضرمين، عاش 60 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. شاعر شعراء المدر، كان من سكان المدينة من قبيلة الخزرج، واشتهرت مدائحه في الغساسنة وملوك الحيرة قبل الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. قال حسان رضي الله عنه في همزيته من بحر الوافر: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب. موضوعنا هذا الأسبوع علم رسم المصحف وقواعده. دكتور محمد خضير مضحي ضيفنا عبر سكايب من بغداد، وصلنا إلى المراحل التاريخية التي مر بها المصحف، ما أبرز هذه المراحل؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت قبل قليل بأن الأئمة المشهورون في الرسم كثيرون، من ضمن الأئمة الذين يذكرون في مصنفات هذا العلم بعض علماء القراءات، منهم الإمام نافع كما قلت لكم، والإمام الكسائي، والإمام الذماري تلميذ أبي عمرو بن العلاء، وعلماء آخرين، وعاصم بن أبي الصباح أبو المجشر، وتوفى يعني في نحو 128 هجرية، كان من علماء الرسم. ف
تاريخيا الأئمة الناشورين هؤلاء الذين لم تصل مصنفاتهم، وإنما وصلت روايات عنهم في هذا العلم الجليل. ثم جاء علماء آخرون جاءت مصنفاتهم كما ذكر الضيف باسم هجاء المصاحف، إلى أن استقر الأمر إلى موضوع الرسم والمؤلفات. في الرسم جاء الإمام الشاطبي، ويعني عنده قصيدتان سارة الركبان بهما عقيلة تراب القصائد، وعليها شروح كثيرة. أبرز هذه الشروح يعني شروح كبيرة، الإمام السخاوي شرحها، الإمام إبراهيم بن عمر الجعبري شرح هذه القصيدة وهي قصيدة عقيلة تراب القصائد. نعم. طيب دكتور حمدي، أيضا من المراحل التاريخية أيضا تضيف في هذا الباب؟ يعني التوضيح يسير بصورة ميسرة للمشاهد الكريم. نعم. بأن سيدنا عثمان بن عفان بعدما كتب المصحف الإمام ونسخت منه نسخ 4 أو 7 على اختلاف في الروايات أرسلت إلى الأمصار. أهل الأمصار كان عندهم من الصحابة من علمهم القرآن الكريم. سيدنا عثمان عندما أرسل المصاحف أرسل مع كل مصحف قارئ حتى يقرأ من في هذه الجهة. وكانت المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان طبعا لم يكن فيه شكل ولا نقط في ذاك الوقت، قد بدأ على الرأي الراجح. فبدأ الصحابة أو المسلمون في كل مصر من الأمصار ينظرون أو يكتبون هذه المصاحف وينسخونها كلمة بكلمة وحرفا بحرف حتى لا يزيدوا أو ينقصوا. وثم تلقوا على يد المقرئين ما تلقوه، ثم بدأ بعد ذلك ينظرون ويجدون فروقا في الكتابة عن بعد فترة من الزمن فيه تغير الرسم الإملائي عن الرسم المصحفي، فبدأوا ينظرون أو يسجلون هذه الظواهر الموجودة في المصحف وهي مخالفة للظواهر الكتابية الموجودة، ويسجلونها يعني كلمة بكلمة وحرفا بحرف. واعتمدوا على أمرين، اعتمدوا على الرواية واعتمدوا على المصاحف أو المصاحف القديمة الأصلية. والرواية يعني مثل الحديث الشفوية. نعم. وأخونا الأستاذ الفاضل ذكر يعني القراء السبعة كانوا من أهل الرسم، سواء نافع المدينة نعم، وكان عنده مصحف سيدنا عثمان وكان يرجع إليه كثيرا، وعاصم الجحدري أيضا في كوفة في الكوفة نعم، وأبو عمرو بن العلاء البصرة نعم، وغير هؤلاء كثر. ثم بدأت بعد ذلك موضوع نصل إلى أمر هذه الفروق وهذه الأمر، بدأ العلماء يكتبون أول ما يكتبون يقارنون بين المصاحف. نعم. ولذا بدأ الكتابة في هذا العلم فيما يسمى باختلاف المصاحف ليروا الاختلافات الموجودة بين المصاحف في قبل أمور أن يجمع في مصحف عثمان. لا ليس المصحف موجود. موجود. لا في هذا العلم. في هذا العلم أصلا موضوعات مختلفة. نعم نعم. من هذه الموضوعات اختلاف المصاحف. اختلاف المصاحف. يعني بدأ التسجيل في هذا العلم كتسجيل تدوين كتابي بهذا الباب هو اختلاف المصاحف. وطبعا مرحلة النضج والاكتمال وصلت على يد حافظ هذه الصناعة اللي هو أبو عمرو الداني المتوفى 444 من الهجرة في كتابه المقنع، وكذلك على يد تلميذه أبي داود سليمان بن النجاح المتوفى 496 من الهجرة، ثم الإمام الشاطبي المتوفى 590 من الهجرة، حتى لا نخلط بين الشاطبيين. نعم. الإمام الشاطبي القارئ 590 من الهجرة، الإمام الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام توفي 790 من الهجرة بعده ب200 سنة. أما في العصر الحديث دكتور، يعني أبرز من اشتغل في يعني في العصر الحديث يعني الأستاذ الدكتور غانم حمد نعم
قدور الحمد وهو أستاذ ضيفنا. نعم له باع في هذا الجانب منذ أن حصل على الماجستير في هذا الشأن وهو يكتب فيه. طبعا أتكلم على الرسائل العلمية. نعم. أما الكتب ففيه كتب سمير الطالبين للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله، وفيه المخللات، وفيه القديم الخراز. لكن نعم الخراز في مرحلة التدوين كانت انتهت مرحلة التدوين والتصنيف بالإمام الخراز يسمى الشريشي. هو شهير بالخراز، توفي سنة 718 من الهجرة. نعم دكتور. نعم. إذن مرحلة الجمود والتقليد اللي هي المنظومات وشرح المنظومات. لكن المرحلة الانطلاق الجديد في العصر الحالي طبعا في من المعاصرين من يعني غير الأستاذ الدكتور غانم قدور الحمد، في الأستاذ الدكتور أحمد ابن أحمد شرشال، والدكتور مولاي محمد الإدريس الطاهري، والدكتور نورة بنت حسن بن فهد الحميد، الذين كتبوا أو حصلوا على رسائل علمية في هذا، لأنه الرسائل العلمية لها مزيتها طبعاً في أنها لا يكتبها الطالب أو الباحث، وله مشرف أو له مشرفان يراجعان ما كتب، ثم تناقش مناقشة علمية فتكون لها قيمتها. صح. يعني تشبه العمل الجماعي بخلاف العمل الفردي. صحيح. يعني مثلاً من الكتابات الجميلة الرائعة للدكتور غانم نعم قدر الحمد، كتاب الميسر في علم رسم المصحف، وراجعه مجموعة من العلماء، وهذه مزية هذا الكتاب. نعم. كتاب ميسر للذي يريد أن يقرأ هذا العلم بصورة يسيرة، بصورة سهلة ويفهمه، عليه أن يقرأ هذا الكتاب أولا، ثم يقرأ في الكتب الأخرى. حفظ الله أستاذنا. نعم. دكتور غانم. إذن دكتور محمد خضير، ما منهجية المصنفين في عرض ظواهر الرسم العثماني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أكثر من منهجية في هذا الشأن، منهم من قال إن الرسم فيه علة ذهبت بذهاب كتبتها، ومنهم من قال هو توقيفي وذهبت أسرار هذا الرسم، ومنهم الأغلب من علمائنا قالوا هي ظواهر لغوية وتعلل هذه الظواهر. ومنهم من أغرب في تعليل الظواهر، يعني ابن البناء المراكشي، من طريف ما يحكى عنه أن رجلا سأله في عصره، قال له يا إمام لما لم تعمل إن في قوله تعالى إن هذان لساحران على قراءة نافع. طبعا هناك قراءات في هذا الحرف القرآني، إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، يعني قراءة أبي عم. هو سأله على القراءة الموجودة عندهم، إن هذان لساحران، لما لم تعمل إن في قول النبيين، وذكر ذلك صاحب الاعتصام. فقال له لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. قال يا إمام أنا سألتك سؤالا في تأثير هذا الحرف، يعني اسم إن إلى آخره. قال له أنا جئتك بنوارة، نوارة يعني زهرة كبيرة، إن شئت أن تحكها بيديك فافعل. فأجابه بإجابة فلسفية عميقة. فعنده كتاب هو عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، ذهب مذاهب بعيدة عن التعليل اللغوي، وأثر علمائنا السابقين واللاحقين على التعليل اللغوي. مثلا في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، عندما نظروا في قوله تعالى يأتي تاء كسرة ليست ياء، فما كيف يتعاملون مع هذا، وكيف يتعامل المعرب مع قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه؟ قالوا هذا على لغة هذيل حذفت الياء من غير جازم. هذيل تحذف الياء حتى من غير جازم. من غير جازم مثلاً. أيضاً قوله تعالى سندعو الزبانية، عندما رسمت في المصحف
عين ضمة وليست على كما في الرسم القياسي أو الاصطلاحي ضم. سندعو بالواو. فعندما تأتي إلى تعليل العلماء يقولون هذا باعتبار الوصل، رسم هذا الحرف باعتبار الوصل. كذلك مثلا جاءوا إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، رسمت بياء عين وتنطق بياء واحدة بأيد. يعني مثلا الزركشي نقل عن ابن البناء وغيره قال هذه اليد التي بمعنى القوة ليست اليد التي بمعنى القدرة، تعليلات ربما ذكرها بعض المفسرون، ولكن الصواب أنه رسم على مراد الوقف، لأن هناك قراءة لحمزة مثلا عندما يقرأ هذا الحرف القرآني يقرأ والسماء بنيناها بيد، يقرأها بيعين. نعم. والإمام الشاطبي قال في قراءة السبعة في منظومته في القراءات وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. كذلك كلمات أخرى مثل الجزاء العلماء رسمت بالواو وفوقها همزة، عندما نقف عليها نقف عليها بالواو عند مجموعة العلماء. نعم. نقف عليها بالقصر. نعم. وبالطول، يعني ظواهر لابد لها من تعليل لغوي حتى يعني يستقيم الأمر، حتى لا نخرج عن الملاحظات العلمية ونأتي إلى بعض الأذواق في تفسير بعض. نعم، فتح الله لك دكتور. سأعود إليك أيضا قبل الختام. هنا دكتور حمدي، يعني نعود إلى ربما تحدث الدكتور عن مزايا الرسم العثماني ضمنها قليلا، ولكن هل لديك أضافة على المنهجية المصنفين أم تذكر أقوال العلماء في التزام الرسم يعني العثماني؟ ممكن أذكر سريعا الأمرين. تفضل. نعم. المنهجية في التصنيف بالنسبة للكتب في الرسم العثماني فيه منهجية أو المنهج التبويب، أن يكتب كتابا ثم يكتب مثل الميسر في علم رسم المصحف. يعني يتكلم عن الزيادة، عن الحذف، الزيادة في باب مثلا. زيادة الحروف في الرسم العثماني، الحذف، حذف الحروف كما ذكر أخونا الفاضل في 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 باب، الحرف مبدل من حرف في باب، الوصل والفصل في باب، الهمزات في باب، والسيوطي زاد على ذلك ما كتب ما قرئ بقراءتين وكتب بقراءة واحدة، اللي هو اللي ما كان يسمى قبل ذلك اختلاف المصاحف. اختلاف المصاحف. نعم. هذا اسمه منهج التبويب. ثم منهج فرش ظواهر الرسم العثماني. طبعا منهج التبويب في القديم يمثله المقنع لأبي عمرو الداني وكتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان رضي الله عنه لأبي عبد الله محمد بن يوسف الجهني الأندلسي. في منهجية أخرى يبدأ من أول الفاتحة إلى الناس ويذكر ظواهر الرسم في كل سورة، اسمه منهج فرش ظواهر الرسم العثماني. يعني عكس التجزئة، الفرش يبدأ من الأول مثل القراءات. مثل القراءات فيه يذكر أصول أولا. نعم. ثم يذكر الفرش. يعني كل سورة وما فيها من قراءات مختلفة. هذا منهج. هنا كل سورة وما فيها من رسم، مرسم زيادة، حذف، إبدال، همز. نعم. تسهيل أو إبدال أو غير ذلك. ستكمل المنهجية أقل من دقيقة. نعم. دكتور لديك. ثم المنهجية الثالثة تجزئة ظواهر الرسم العثماني. طبعاً فرش الظواهر يمثله كتاب مختصر التبيين في علوم التنزيل لأبي داود سليمان بن النجاح. نعم. منهج تجزئة ظواهر الرسم العثماني طبعاً مثل اختلاف المصاحف باب، أو يكتب باباً أو كتاباً في الحذف فقط أو في الزيادة فقط. نعم. أو في الإبدال فقط. نعم. أما بالنسبة للرسم العثماني فالعلماء مجمعون، العلماء الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة وجمهور المسلمين مجمعون على أن الرسم العثماني سنة متبعة لا يجوز تبديلها ولا تغييرها، وأنه يلزم الكتابة. ولذا الإمام مالك أذكر مقولته عندما سأله وأشهب، فقيل له أرأيت من يعني أشهب قال سئل مالك فقيل له أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس؟ نعم. قال لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. حسنا دكتور. نعم. نعتذر منك. نعم. في آخر دقيقتين دكتور محمد معك
حدثنا، هناك بعض الشبهات يعني حول الرسم العثماني، ما أبرزها دكتور محمد؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبرز ما ذكر عندما كتبت البصاحف المصحف في عهد سيدنا عثمان، قال قولا، هو قول طبعا منقول، أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنها. وهذا القول طبعا هو باطل سندا ومتنا كما يقول العلماء. وحتى الذين قالوا بصحته قالوا المقصود به بكلمة اللحن، اللحن يأتي بمعنى أنواع، مثلا يأتي بمعنى الخطأ في القول. لذلك قال الشاعر: النحو يبسط من لسان الكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. فاللحن المقصود الأول هو الخطأ في القول، وهذا مردود. اللحن بمعنى يأتي بمعنى الكناية ويأتي بمعنى اللغة. لذلك الإمام الجعبري وذكر أقوالا مثلا عن سيبوي، قال أوسع في كتابه، قال اللحن المقصود به لغات مفتقرة إلى إيضاح أو إلى نظر. مثلا قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، يعني الموفون مرفوع والصابرين منصوب، على تقدير أمدحوا وأثني على الصابرين. وكذلك مثلا هناك مواضع أخرى: والمقيمين الصلاة إلى آخره، آيات قرآنية قبلها مرفوع بعدها منصوب إلى آخره، فهي تعلل بلغة من لغات العرب، كما ذكرت مثلا الآن قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، الحذف لغير جازم على سبيل المثال. وامرأته دكتور أيضا، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في قراءة أخرى: وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب. وهكذا المقصود هو هناك لغات هي غير خافعة العرب ستقيمها بألسنها. كذلك عندنا مثلا لغة الطي يقفون على التاء، كما ذكر المتحدث الضيف الأخ الكريم، عندما نقف يعني اضطرارا أو اختبارا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة، هذا على لغة الطي. وكذلك رواية عاصم نقف عليها بالتاء إذا كانت طويلة. هناك روايات مثلا لغات أخرى بالهاء ترجع إلى بني أسد، إن رحمي، يعني إمالتها التأنيث. هذا والله أعلم ما قصده الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه، على فرض صح سندا ذلك الأثر. نعم، إن صح سندا، إن صح سندا، ولكن السند باطل. يعني سندا ومتنا كما قال علماؤنا. شكرا جزيلا لك في ختام فقرة موضوع حلقتنا. نشكر ضيفنا عبر سكايب من بغداد دكتور محمد خضير مضحي، أستاذ اللغة العربية في جامعة بغداد. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد يخص كسر همزة إن، فلنتابع. ومتى يجب أن تكسر همزة إن؟ يجب أن تكسر همزة إن حيث لا يصلح أن يقوم مقامها ومقام معموليها مصدر. ومتى لا يصلح تأويل إن واسمها وخبرها بمصدر؟ في 12 موضعا يا مولاي. 12 موضعا؟ نعم. أولها إذا جاءت في ابتداء الكلام، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو أن تكون في حكم الواقعة في ابتداء الكلام، كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هذا يا أبو القاسم؟ أراك أصبحت خبيرا في النحو والقواعد. ألم أرافق أبا العباس طول الطريق؟ حدثني فانتفعت منه. أشهد أنه أحسن وأحسنت. اقترب منا يا أبا العباس، فمكانك هنا إلى جانب. شكرا يا أمير المؤمنين. ألا نحدثك عن الموضع الثاني الذي تكسر فيه همزة إن يا مولاي؟ ها أنت ذا قد أصابتك عدوى النحويين يا أبا القاسم. حسن، متى تكسر همزة إن أيضا؟ إذا وقعت بعد كلمة حيث، مثل أجلس حيث إن العلم موجود. أو
أن تقع بعد إذ، نحو جئتك إذ إن الشمس تطلع. والموضع الرابع؟ إذا وقعت في صدر الجملة الواقعة صلة الموصول، كقوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أو أن يكون ما بعدها جوابا للقسم، كقوله تعالى: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سبحان الله. أو أن تقع بعد فعل القول أو مشتقاته، كقوله تعالى: قال إني عبد الله. أو أن تقع مع ما بعدها حالا، كقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أو أن تقع في خبرها لام الابتداء، كقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وهقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوان هذا الأسبوع: منهجية توجيه المتشابه اللفظي. نبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في البيان القرآني. إذن دكتور حمدي، ما المنهجية التي اعتمدها العلماء في توجيه المتشابه اللفظي؟ اعتمد علماء هذا الفن أصولا محددة لتوجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. نعم. أول هذه الأمور نذكر المنهجية وأمثلتها أفضل يعني. القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وأفضل طرق تفسير القرآن الكريم أن يفسر القرآن بالقرآن. أول ذلك طبعا السياق، سياق الآيات. والسياق معناه الآية، ما قبلها وما بعدها، ولذا قالوا السياق يساوي سباق ولحاق. سباق ولحاق. نعم. يعني السباق يعني ما السابق يسبقه من وما يلحقه، مترابط يعني. مترابط. ولذا قال في سياق عندنا السباق القريب، سياق القريب وسياق عام. يعني أحيانا من الممكن أن نأتي بالآية، وخاصة هذا موجود في أمور الأحكام. نعم. يأتي بالآية ويأتي بالآيات الأخرى في القرآن كله ليجمعها ليأخذ حكما منها. هذا لأنه القرآن الكريم كالسورة الواحدة. هذا السياق العام مثلا للصورة، ليس سياقا قريبا، يكون سياقا عاما أحيانا. سياق عام داخل السورة. داخل السورة. داخل السورة. نعم. فيكون قبلها أو السورة التي قبلها، لأن السورة التي قبلها فيه مناسبة بين السورة والسورة التي قبلها، وهذا سيكون له حلقة إن شاء الله، موضوع المناسبات، أنه علم يسمى علم المناسبات. نعم. نتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صحيح القول وفروق دلالية في الجزء الثامن. فروق دلالية. جئنا معا لا سويا، ذاع بين الناس قولهم خطأ جئنا معا، وصحيح القول جئنا سويا، لأن السوي معناه غير المعوج، وهو وصف للمفرد سواء أكان حالا أم غير حال. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. خصلة وخصلة. يخلط أغلب الناس بين هذين اللفظين، فيستعملون أحدهما مكان الآخر، أو يستعملونهما في معنى واحد، مع أن الفرق بينهما كبير. فيقولون خصلة شعر بفتح الخاء، أو خصلة بكسرها، وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول خصلة شعر بضم الخاء، وهي قطعة مجتمعة منه أو القليل منه، وجمعها خصل وخصلات وخصلات وخصلات. أما الخصلة بفتح الخاء فهي خلق في الإنسان
يكون فضيلة أو رذيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا في فقرة البيان القرآني في منهجية توجيه المتشابه اللفظي. ودكتور، ما زلنا في ربما أكملت القرآن الكريم الأحاديث النبوية، نأخذ أسباب النزول. نعم. أسباب النزول أيضا نأخذ آيتين وكيف وجههما العلماء بأسباب النزول. نعم. في توجيه قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. نعم. ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، في المائدة. نعم. مع قوله تعالى في سورة الفتح: قل فمن يملك لكم من الله شيئا، بزيادة لكم في الفتح. العلماء قالوا إنه زيادة، بأن زيادة لكم في الفتح لأنها في قوم مخصوصين، وهم المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه زيادة. أما في المائدة فهي عامة وليست خاصة، لذا لم تذكر لكم. الأحاديث النبوية أيضا اعتمدوا في توجيه المتشابه على الأحاديث النبوية في قول في التوفيق بين قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. تلك حدود الله فلا تقربوها، ومع قوله تعالى في السورة نفسها: تلك حدود الله فلا تعتدوها. النهي عن مقاربة الشيء عنوان على تأكيد التحريم وتغليظه، ولما كان قرب النساء بالمباشرة بالأجساد وما يجاري ذلك داعيا إلى المواقعة مما يؤدي إلى ارتكاب محرم، فكان لابد من قوله تعالى: ولا تقربوها. لذا قالت السيدة عائشة: وأيكم يملك إربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل وهو صائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غير البشر، غير الآخرين، ولذا أيكم يملك إربه. طيب، انتهيت من الأحاديث دكتور، لأنه باقي تقريبا دقيقة ونصف. طيب، اللغة مثلا، اللغة مثلا في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. مع قوله تعالى في الإسراء، هذا في النساء الآية الأولى. طيب، في الإسراء الآية الثانية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا زادت الآية الأولى كلمة مقتا عن الآية ولم ترد كلمة مقتا في الآية الثانية؟ العلماء قالوا المقت هو النقص والاستحقار. نعم. يعني فعلة ذميمة، فعلة حقيرة. فلذا كان الزواج بزوج الأبي فعلة حقيرة، بالإضافة إلى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. في الإسراء، يعني ساوت الإسراء أنه فاحشة وساء سبيلا مع المقت، مع المقت في النساء، مع المقت في النساء. فلذا زادت هذا نصف دقيقة في الاشتقاق. الاشتقاق: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. طبعا هنا قالوا أولى بمعنى يعني مشتق من ولي يلي، فكأنه قال: الهلاك قريب منك مجاور لك، بل هو أولى وأقرب. التكرير لفظا فهو غير معيب إذا لم يتكرر المعنى. فالأول يراد به الهلاك في الدنيا، أولى لك فأولى ثم أولى لك، والثاني يراد به الهلاك في الآخرة، وعلى هذا يخرج من التكريرات المعيبة. نأخذ الفنون البلاغية سريعا عجالة دكتور. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، في العمران في الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. في العمران حذف المضاف. نعم. مبالغة. وفي الحديد أتي بالكاف التي هي بمعنى مثل، تشبيهية يعني، التشبيه، تشبيه. نعم. وهذا فن من الفنون البلاغية، حذف المضاف مبالغة، يعني عندما مبالغة. محمد مثل الأسد. نعم.
أقل من محمد أسد. نعم صحيح. يعني هذا له موضع وهذا له موضع. نعم ولكن نعم. لكن محمد أسد كأنه هو عين الأسد. نعم نعم, نعم. وهذا موجود كثير. إن الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس والضيوف وكثير من الشواهد أقوى من على التشبيه. ذلك نعم. نعم أقوى. شكرا. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جاريسون التركية, حياكم الله, شكرا جزيلا لكم. ومسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم, اخترنا لكم هذا الأسبوع شيخ المقرئين أبا عمرو الداني. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب. في رعاية الله. أبو عمرو الداني شيخ المقرئين هو عثمان بن سعيد أبو عمرو القرطبي الداني بن الصيرفي, ولد ونشأ في قرطبة حاضرة الأندلس, وحفظ القرآن الكريم وجوده وهو ابن 14 سنة. رحل الإمام الداني إلى كثير من الأقطار كالقيروان في تونس ومصر ومكة, وقد تلقى القراءات والحديث والفقه عن أئمة من المصريين والبغداديين والشاميين. سمع الداني أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب صاحب البغوي, وأخذ عن أبي القاسم خلف المصري الخاقاني, وعن أبي الفتح فارس بن أحمد الحمصي, وسلمة بن سعيد الإمام وغيرهم. قرأ عليه خلق كثير, منهم ولده أبو العباس أحمد, وأبو بكر محمد البطليوسي, وأبو القاسم خلف الطليطلي, وأبو تمام غالب القيسي وغيرهم. صنف الإمام الداني 120 مصنفاً في القراءات ورسم المصحف والتجويد, أبرزها التيسير في القراءات السبع, المقنع في رسم مصاحف الأمصار, المحكم في نقط المصاحف, الفرق بين الضاد والظاء, المكتفي في الوقف والابتداء. توفي الداني رحمه الله بمدينة دانية في الأندلس سنة 44 و400 من الهجرة.